بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأدب. أدبك أي كتابي هي الأدب على رأي استعمال ما يحمد قولا وفعلا شيء وحلا أمانه وددك أي مهديان إلا استعماله قولا وفعلا قولهان يفعلهان قاركود نوحي كعبران الأدب الأخذ بمكارم الأخلاق أخلاق ذا وناكسن أخلاق ذا مدي ذا وناكسن إلا قاطه وقيل الوقوف مع المستحسنات حيابها دتك أي وناجستان أو يجعليهن إلا دول استاغ وقيل هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك وعاكلوا اللي يري أدب أذاب وحال اللي يري هذا قفك كاسر ريانا إن أدوينيسه لنك كاهو سيانا أدو لمرسه. طيب، ويقال إنه مأخوذ من المأدبة أي على قصو قاطي وهي الدعوة إلى طعام عزماده سمي بذلك لأنه يدعى إليه وليسو يرى آدبت وددك ويجعله آدبت مرك كتاب الأدب حيث قد مرك الأخذ بمكارم الأخلاق أخلاق ذا ونأكسن أو لقاته قول يفعل مدى إهاتبه. هل كان إمام البخاري كتاب الأدب صحيح سنة وكسو قاطي كتاب قال أقولي أنا أذبت وكألفي اللي رأى الأدب المفرد كتاب كاسمرك أحاديث تان إيه زيادات بوليها أحاديث قال هل كان أن لو شيئين وشروط صحيحة كتاب كان أن وافقين وحير وكتاب الأدب المفرد يشتمل على أحاديث زائدة على ما في الصحيح وفيه قليل من الآثار الموقوفة وهو كثير الفائدة. ابن حجر وحير كتاب كاس أدب المفرد وكتاب أدب فائدة بدن ومطبوع. طيب، هل كان مرك وكتاب بدن وكتب تأجوب بدن أيكم مديها أحاديثي سؤالي وبدنتها. باب البر والصلة وقول الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. باب البر إحسانك أما سما فلك وخير ميرد عدين تيد أي أبابي هي والصلة إيادتك أو الحريري قرابة إيو أما قرابة نما أما صاحبت نما أما الدين لغو حريري وقول الله سبحانه وتعالى يألا قولك سمعنه س ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وأن دردارنا إنسانك وألا دردارنا لبذي سوالد شأني قوذا أيان أقول دردارنا حسنا أن يحسن إليهما إحسانا يعني أنه إحسان فلو مرغبت الله تعالى معامشو برك أقباهن والدك هذه يقول عليها أبوه الرأيان سوك بالله بي مرك. طيب، أدبك مرك وحو إمام البخاري وقال لي في كتاب صحيح البخاري قال له قد دري وإن أهمية وين أي لا ذا الدين أن أذاب لهين وحويان وقفكيس وأحباك ناقص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحوه إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق حال إيسو بحيي إن لما يستروا أخلاق ذا ونأكسن إن لما يستروا مرك هذي جرتين ولما يسترى هذي إن جرين والله إيمانا يا طيب مرك الدين كو قفك إنه كغدا يدو رسولك صلى الله عليه وسلم لنا والبو ييتهي عقيدة هذي نقول هيديو هذي نقول هيد عبادات إيو هذي نقول هيد أخلاق إيو آداب إيو وحيالها سؤلاً حيال ساعة كامل الدين. قال حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة
قال الوليد بن العيزار أخبرني مقعب هرمري وحدد دقي صيغذي قال سمعت أبا عمرو الشيباني وهو سعد بن إياس وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول أخبرنا صاحب هذه الدار قريان نك إسكال ونوش يغي وأومأ بيده قعنتي سنة وحوكت المامي إلى دار عبد الله بن مسعود دار تيسة قال وحوي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم نبي عن سؤال أي العمل أحب إلى الله عمل كأه ألا أكتيس اللوغ جعيل بذيهي قال الصلاة على وقتها صلاة وقتي إذا لغت كذه قال ثم أي قال ثم بر الوالدين لبد والد الله بار إنما فلا كحيان قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله إلهي جدك سلو جهاده نفي مال قال حدثني بهن وإيشاغي نبيه ولو استزدته هدئا كزيادة ضلب لها لزادني وإيكرن لها وإنت أسكبضا بإيشاغي لها نبيه صلوات الله وسلامه عليه حديثك مركب حلقة قادنا أعماش إني كالفضل بذيه طيب حاكلوا حديث كانوا تصيا بر الوالدين كي جهادك وحال الهرمري بر الوالدين والدك الله بار إنما فلو علماء مركو حي لهين بر الوالدين كوحاكو جيرو عن جهادك بابو حوكو حريه إن لبدو والد لغا فصح قاتو مركا فصح قادة شادا لغا فصح قادانا يا وحيكو تصيسا إن أو مركا ضاعة الوالد أهمية كوين تجهات كأنه إنه ليه طيب طيب لبدا والد مركا لليه إنه حيكين إيسا ضاع عذو إن ليس أمره ولو كان كافرين قال بها هذا إلا إذا أمر بالشرك هذا شرك أمران ما هنا فتجيب معصيتهما في ذلك مركز وحاو واجب يسأل لقو عاصي لأن حقا لأن لقد تقماها طيب بابنا هذا كان باب باب ويان من أحق الناس ذاتك يا أقو حق نمبدا بحسن الصحبة صاحب تنمى ذي سئل لوناجي أنا ذاتك يا أقو حق نمبدا صاحب تنمى وناج ربقا كيس يعني لوناجي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البغلاني قال حدثنا جرير عن عمارة بن قعقاع عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة هو عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي ثقة أرسل عن ابن مسعود سوى ثقة لكن روايته عن ابن مسعود مرسلة وانقطاع كجرتاس هذا مركة كور ما ابن مسعود عن أبي زرعة وهو أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي نبي أويمد فقال يا رسول الله من حق الناس ذاتك يا أبو حق نمبضا بحسن صحابتي أن يقال لدقن كيغة يلا صاحبتي لماذا إذا وانا قيد قال أمك هو يذا قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك أعبها رجل الرواية كتمت أمك بالضم يعني بالرفع أمك ثم أباك إن وصارت أمك مركا ليرادو وحا عامل محذوفة أيا لقلنا سبنا يا بر أمك هو يدا أبار إنما فل إنيتها مدان إن مركا أمك والجواب أو من حق الناس بحسن صحابتي هي أمك وهو يدا يدولي طيب مركا وخبرك يوم ابتديه لقويي استفهام كان أيا كينا والفهمة شيء اللي جوي ولا قرن كرايو وحيت أحق الناس بحسن صحبتك أمك واي سداسو كلك دقنتها طيب
وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله. طيب مرقى ابن شبرمة نواوري حديثك. طيب قال ابن بطال، ابن بطال وحويري مقتضاه حديث كان وحو كينا وحيته أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر. هويضو حيلاذه انت آبها أوليه بار النماء سدح لابك. قال وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع، فهذه تنفرد بها. أورك يكو قادي وافولتي ونوجسي وذي انت أسلم لها. طيب طيب فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها ويكون ابتونه، ثم تشارك الأب في التربية. تربية ذي أبي لو ذاكتا المي تربية ذي وحبي كونا جيني مركا أبوه وحبضانا إدارتا هو يض. طيب سادرتي ذو إسلامك مركا آت وحق بديي. طيب قال القرطبي الإمام أبو العباس القرطبي في المفهم وهؤلاء المراد أن الأمة تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر، نصيبك أما يسترنان تبدا أيه هو يدوي عنق كل هذا، وتقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة. حدي أبها هو يدو حقوق إسعريرسه هو يدى اللهر مرنا وأبها يدى كهريسه. إمام مالك أيها وحال السؤال يقول لي طلبني أبي فمنعتني أمي. أبي بأي ياري وإضلبي هو يدي ما وحيتري هادين جوك سب. طيب أنا أقول إيه قبه هادين سب. قال وحوي إمام مالك أطع أباك أبها أطع ولا تعصي أمك هو يلانها عاصنن. قال ابن بطال هذا يدل على أنه يرى برهما سواء. مركز ابن بطال وحوير وحلق قادنا إن إمام مالك هو يضع إعبها إسك حقوق إنه أواركو إليه، لكن ورء لفهم أيوه، وليست الدلالة على ذلك بواضحة. قال وسئل الليث، ليث بن سعد إمام مالك ولمت حق علمه، وسئل الليث يعني عن المسألة بعينها مسألة أنا الويدية، فقال وحوير أطع أمك هو يضع أطيعي يظهر مريا وحقبه، فإن لها ثلثي البر حيلا ذا يسمى فلك هذا سد حمرك الله قيبي الله بأي ذالي سيمر على غياب الرواية ذي كلئنا نؤركن أفر مرك الله قيبي سد حلهانيس. طيب فإن لها ثلثي البر، وهذا يشير إلى الطريق التي لم يتكرر ذكر الأم فيه إلا مرتين. مركا مسألة ذا سوما شاك السبحي. قال عياض قاضي عياض وحويري تردد بعض العلماء في الجد والأخي. علماء غاركود حير هذا الحق باهر لماذا أووغ يولالك ياكله، والأكثر على تقديم الجد. أووغ الهر مرنا سيدة بدن علماء لأن أووغ أبو كلاون أما هو يوكلو سنغنا. قلت وبه جزم الشافعية قالوا يقدم الجد ثم الأخ ثم يقدم من أدلى بالأبوين ولا لا حتى وكل حق بدين كوكوه يكو أبها وكحق بدين كوكله، ثم على من أدلى بواحد، ثم تقدم القرابة من ذوي الرحم ويقدم منهم المحارم على من ليس بمحرم، ثم سائر العصبات، ثم المصاهرة حدتك كحب، ثم الولاء، ثم الجار درسك كحب. السلام عليكم الدين حقوقه هنا حقوق ذو مدو سيك وقوك على حقوق بذيهن وكو إشارة وكو شيغي قف مركا عن دورين والد وعن دورين قراب وعن دورين علم وعن دورين درس وحق دورا أنجر وقف يعني آذاب مالي مركا. طيب مسألة سنة هل كاسك بحي رعولي بن حجر وجاء ما يدل على تقديم الأم في البر مطلقا، وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث عائشة قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة،
naagta yaa dadka ka mid oo xaq ugu xaq badan, qaala zawjuhaa ninkeeda, naag ninkeeda ugu xaq badan dadka. Qultu waxaan idhi facala rajuli, ninkana qaala ummuhu hooyadiis, mudlaq waay marka ninka hooyadiisa cid kaga xaq badan hooyadiis ma leh. طيب وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله. ابن شبرمة وعبد الله بن شبرمة الفقيه هم ملايين إن أوياي عمارة بن القعقاع بن شبرمة نكاس نساس على عمارة بن القعقاع بن شبرمة كاس ماها مركب ميت كان دم ابن شبرمة كلاوا عبد الله بن شبرمة القاضي وي. طيب بابنا هذا كان باب باب ويان لا يجاهد مج هذا إلا بإذن الأبوين لبدا أبو إذن كودو بو كجهاد وقف مركو جهاد الرب لبدي سوالد وين ويدمان. طيب قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن سفيان وشعبة سفيان الثوري شعبة قال حدثنا حبيب حا حبيبنا وحبيب بن أبي ثابت وهو ثقة فقيه جليل وكان كثير الإرسال والتدليس أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حا قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب. طيب عن أبي العباس، أبو العباس كان أبو العباس الشاعر مقعيس وحالي رأى الصائب بن فروخ المكي ثقة نخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمرو قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم لنبى النبي وحكيري أجاهد مجهاذي قال لك أبواني لبى أبا ملاذه قال نعم برحاه قال ففيهما فجاهد لبى ذلك جهاذي لبدو ذا كجهاد لبدو ذا الدل لقموه وأيه الدل ماها معناه معناه وعيتها أجري الجهاد ككربته إياه كرادي وانا أجري أتكضل بيس أتكربت الجهاد كإياه كرادي. طيب أي إن كان لك أبواني فبلغ جهدك في برهما والإحسان إليهما فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو. عدو أظن لدك على من بوسكي سيكون تقنانا بابنا هذا كان باب باب وهي لا يصب الرجل منكم مع عين والديه لبضي نشي يعني لبضي نشي يونا عين عيد مركو حكسه رجي دا بره عقوق وال. قال حدثنا أحمد بن يونس وهو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي شيخ الإسلام قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر كبائر هو وين حاكم ذه أن يلعن الرجل ننكو إنه لعن والديه لبذي أشيء. قيل وحال يا رسول الله رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه وننكو سذاب وقل لعنه يا لبدي سوالي. قال وحو يصب الرجل ننكو وحو عين يا أبا الرجل ننك أبيهس يعني ننك لا أبيهس بو عين يا فيصب فيصب أباه أبيهس عين يا مركز يعني فيصب الرجل أباه ننكي با وحوعين يا أبيس ننكان قال ننكان وحاي ويصب أمه فيصب أمه ويديس عين يا ننكي قال العاية سنكره ويديس عين يا. طيب مركا دا هو يدا أن والدك عاية وسو جيدي وهي معنى داد عاية وسو جيد دو أذو عاية لمتا اسك إلالي مركا سوقان مركا دادكو حي عادي استي وحاد فالحن هو يدا أساسيال أباها وحسك سمي وحسي عاديستين حتى ددوا وين وحس لهاية أركان. طيب مسايد كده حديثة مركة غارئي كل هاية أخيار نمى ملح إسلام نمى وإسلام نمى دي أخيار نمى دي أو حقي لقيم ننكو هدي أو ننكو إذا بدر روضة أو نن أبيس أو عايو
isagana abihiisa la caynaya isagaana dembiga iska leh, ninkaa kale wax dembiya ma leh. ayb marka in layska ilaaliyo. qaala ibnu bطaal hada اlxadiiثu aslun fi sadd الdaraa'ic, wuxuu yihi xadiidkan wuxuu asal u yahay daraa'icda in layska ilaaliyo. daraa'ic waxaa la yidhaahdaa wixii adiga wax kuu soo jiidaayo inaad iska ilaaliso, shayga wax kale wax kuu soo jiidaayo waa inaad iska dhowrto. fiihi hada اlxadiiثu aslun fi sadd الdaraa'ic, leanna ninku markuu nin waalidkiis caayo isagaa waalidkiis cay u soo jiidaayo. ayb marka wax waalidkaa lagu caayaba ha la imaaninoo iska owd oo iska dabool. wayu'khadu minhu, waxaa laga qaadanayaa anna man aala ficluhu ilaa muxaramin yaxrumu calayhi dalika alficlu, waxaa laga qaadanayaa buu yidhi qofkii ficilkiisu uu u soo jiido shay xaaraan ah, ficilkiisu keeno shaygaas wasiilada waa xaaraan. ayb adiga wixii kuu xaaraan kuu geynaayo waa xaaraan. wain lam yaqsid ilaa maa yaxrumu, yownan u qasdin haddii la doono. ayb walaslu fii hada alxadiidi qowluhu tacaala walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illah fayasubu allaha cadwan bigayri cilm, alla wuxuu leeyahay mushrikiinta ilaahyadooda ha caynina. maxaa dhacay haddaad caysaan iyagana allay caynayaan, marka idinka cay ilaahay ha u soo jiidinina iska daayo. marka fiihi sadd daraa'i, dadka qaarkood maba fiiriyaan waxaas, war ficilkan aad samaynaysaan waxaasaa ka dhalanayo, waxan baa ka imaanayo, sidan baa ka imaanayso, wax iga galay ma lahu leeyahy, waa iska samayna. ayb baabu marka sadd daraa'icna waa qaacido usuululfiqiga lagu daraaseeyey, maalikiyada aad ugu caan baxday, fuqahada kale laftirkooda way isticmaalaan ayaga xataa. ayb laakiin maalikiyada aad yacni u danayso aadna u isticmaasho, nusuus badanna waa loo keeni karaayo. ibnulqayim kitaabkiisa la yidhaaha igaathatu llahfaanka ilaa taqriiban 30 daliil ayuu u keenay oo sadd daraa'ica loo daliishan karo. baabu ijaabati ducaa'i man bara waalidayhi. ayb baabu ijaabati ducaa'i man, qof ducadiis ajiibitaankeeda caddaynteediibu u baab yahay qofka oo yacni bara waalidayhi labadiisa waalid u baarinimo falay. ninkii labadiisa waalid u baarinimo falo ducada waa laga aqbalaa oo ducadiisa in la aqbalaayo. qaala xadaثana saciid bnu abi maryam qaala xadaثana ismaaciil bnu ibraahim bni cuqba qaala akhbaranii naaficu can ibni cumara radi allahu canhuma can rasuuli illahi sal اllaه slam qaal baynama ثalaaثaةu nafarin, xilli saddex qof yatamaashawna ay soconayeen, akhadahum اlmaطaru, roob ayaa qabtay, famaaluu ilaa gaarin, god ayay ku leexdeen, fi ljabali, buur dhexdiisa, meel god ah oo yacni daloosho oo buur ku taal ayay u iisheen. fanxaطat calaa fami gaarihim sakhratun, fanxaطat waxaa ku soo hoobatay calaa fami gaarihim godkooda afkiisa sakhratun dhagax, min aljabali buurta ka mid ah, fa aطbaqat calayhim way ku kor daboolantay. faqaala bacduhum libacdin, qaarkood baa qaarka kale waxay ku yidhaahdeen unduruu bal eega oo fiiriya unduruu fiiriya acmaalan acmaal, camiltumuuhaa aad camal fasheen, lillaahi ilaahay dartii aad u camal fasheen, saalixatan oo wanaagsan, camal aad ilaahay dartiis u samayseen oo wanaagsan, bal fiirfiiriya. fadcu llaaha bihaa, alla ku tuuga, lacallahu yafrujuhaa, waxaa laga yaabaa inuu alla idinka faydo dhibkan. faqaala axaduhum, midkood wuxuu yidhi allaahuma yaa allaahu allow, innahu kaana lii wala waalidaani, sha'nigu wuxuu yahay innahu, ina alxaala waalsha'na, damiirkaas marka hadduu mudakar yahay oo damiiru sha'ni wuxuu laasimaa gayba, gayb gaa'ibnimu laasimaa hadduu mudakar yahayna ina sha'na waalxaal, haddii uu yahay mararka qaar mu'annath uu noqdaa innahaa, innahaa markay tahayna
وحال ليرى ضمير القصة والحكاية وضمير القصة فإنها قصة أي لليهما فإنها لا تعمل أبصار ولا ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فإنها قصة حد أمرك مؤنث يا هنا قصة يا لعلنا هدي مذكر يا هنا وضمير شأن طيب إنه إن الحال وشأن حالك يا شأن وحو يا هي طيب كان لي والدان لبا والد أيان لها شيخان ووين أو ضيالة كبيران ووين ولي صبية ولي وحان لها أنيقنا صبية إلما يرير صغار أو يرير كنت أرعى عليهم كنت عنها أرعى إن حول الرعاية عليهم أي لأجلهم يقدرتون يقدرتون أن حول الرعاية أن يعني حوله حنانين يسيعان وغهلان ويعبان وقلنا على ذان طيب فإذا رحت عليهم أدان كسو عرابه حوله أن سو عرابيه فحلبت أن ماله بدأت بوالدي لبدأ إذا والدا كب الله باي أسقيهما أنا ورابنا قبل ولد قبل ولدي المهي كهر والدك المها إن والدك كهر مرسو إيه المها إنك سجعل كودا ذي قلبك أو كجيره وصمالي ذي إذا ذن نما أطلشيك مرلين سو مركو حق علي بعد دبايا لكن أذي والدك كود علي حقا أد مو كود دبايا قفك حتى أسود دالة يبارئة حتى نسيد المها أو كلا المي يمبامر والبقلب يسكو حرية لكن والدك اللهر مريو طيب طيب marka wuxuu yiri ayaan ku bilaabi jiray qabl waladi wa innahu naa bish bi ash-shajaru waxa igu soo daahay oo idaahiyay ash-shajaru geed geed yani geedii ba idaahiyeeno daaq daaqi ba geedii ba fogaaday marka iyaga ay fogeeyay oo waxay igu fogeeyeen inaan xoolahi u raadinayo geeda aan daajiyo فلما أتيت مركان فما أتيت ما أنا إيمان بحتى أمسيت إلى أن قلب قلي وأنفيد قلي فوجدتهما وحان أركي قد ناما لبذي والده صحبان فحلبت وان لسي كما كنت أحلب صان أموم أولسي جيري فجئت بالحلاب حروبك عانه كما علي أيان ألأمد فقمت عند رؤوسهما مدحو ذا أتيسان ليستاغي أكره حال أن نعايه أن أوقظهما إن كعيه من نومهما هرددوا ذا ككعيه وأكره حان النعيا أن أبدأ إن كب الله بالصبية إلمها يريركا قبلهما لبدي والد هرتد والصبية إلمها يريركانا يتضاغون حال صوذين يان والصبية والحال الصبية إلمهين يتضاغون ويقيلنا يان وصوذين عند قدمي هرتين أي كؤين يعني كبررنا يعني فلم يزل ذلك كاجا كما أنزل دأبي أن يحال كي إنه يهي ودأبهم يحال كي إنه سايه حتى طلع الفجر إلى أواه كبر يكد اللعي فإن كنت تعلم إله هداد أكته واب أكته أني فعلت ذلك كاجا إن سمي ابتغاء وجهك وجهك طلب أن طلب أيون هذا إن إنه حكاربه حتى نسمي ففرج لنا إله نغفيت فرجة فرج نرى منها السماء سماء أنك أرقنا إله بقحان قيب يرنوغ قاد سماء أن أرقنا نفسا بني آدم كماركو حال ربا حالا أذك ماركو قلساس وكاله إنه ربي يسو قيشا ربي أجوب سيغا أود بدن سيغا أدوم ذي سؤن حريستو سيغا أود قدر بدن سيغا مقل بدن oo kuma qlaayo meel kastaad ku jirto xaqiiqana waxa adoonku haduu si ikhlaas ku jiro ilaahay ugu jeesto marka uu dhibaato qabo oo xaalad adag uu ku jiro la shaka in ilaahay uu ducada ka aqbalayo dayib anbiyaada ilaahayna sidaasay ahaayeen xadiidku marka wuxuu ku tusaa fiihi fadlu ikhlaas ikhlaas fadliga uu leeyahay ilaahay dartiis wax loo sameeyo عكلوا لقى قادنا يا أعماش وناكسن إن إلهي لقبريو عكلوا لقى قادنا يا
dhibaato markay dhacdo in ilaahay la xasuusto oo aan addoommo iyo owliye iyo aan la aadin oo ilaahay keligiis un la aado subxaanahu wa tacaala, maxaa yeele isagaa nool aan dhimanaynin weligiis. Ayb, waqaala athaani fafaraj allaahu lahum, alla wuu fayday, waa u fayday furjatan dalool, yarawna minha samaa'a, samada ay ka arkaayaan. Wa qaala athaani kii labaad wuxuu yidhi, marka maxaanu shaahidka meeshaan ninkan camalka uu ilaahay ku bariyey waa biru lwaalidayn, labada waalid marka baarinimada loo falo camal aad u weyn waa oo ilaahay wax looga raadiyo. Wa qaala athaani kii labaad wuxuu yidhi, allaahuma yaa allaahu, allow innahu kaanat lii, shanigu wuxuu yahay waxaa ii ahayd oo aan lahaa ibnatu camin, gabar in adeertay ah, uxibuhaa waa jeclaa, ka ashaddi maa yuxibu rijaalu nisaa'a, niman sida ay naag u jecel yihiin sida ugu daran. Faalabtu ilayhaa nafsahaa, nafsadeydan ka dalbay, fa abad way diiday, xataa aatiyahaa bimi'ati dinaar, ilaa aan u keeno boqol dinaar. Boqol dinaar marka waa dahab aad u badan. Fasacaytu, waan shaqeeyey, waa dadaalay, xataa jamactu mi'ata dinaarin, ilaa aan boqol dinaar aruuriyey. Waxay ku tusay marka bani aadamku meesha oo u tallaabo qaado oo u dadaalo waa keena. Boqol dinaar waa xoolo aad u badan waaye. Ninkaas markay naagta ku xirtay waa isdaayey, marka shaqo iyo dhib iyo wax kasta u galay waa keenay. Mar haddii bani aadamka uu u dadaalo ilaahayna waafajiyo inuu janno raadsado oo ilaahay caabudo waa heli karaa, haddii allaba ugu talagalay oo tawfiiq alla u garabsado ilaahay. ayb, waa soo shaqeeyey buu yidhi marka. Falaqiituhaa bihaa, waa kula kulmay, boqolkii dinaar baan kula kulmay, waa siiyey, weliba sanad abaaray ahayd, waa ismakanisay marka. Falamaa qacadtu, markaan ku fariistay, bayna rijlayhaa, labadeeda lugood dhexdooda markaan ku fariistay, qaalat, waxay tidhi, yaa cabdallaah, war ilaahay addoonkiisow, ittaqillaah, ilaahay ka cabso, walaa taftax ilkhaatama, faraantiga farjigay ka wadaay ha furin, yacni ilaa bixaqihi, xaqiisa maahan. Riwaayo kala tilmaamaysa yacni bikaaradan ha zuulinin, xaqeeda maahan. Faquntu canhaa, waa ka kacay buu yidhi ninkaana marka. Muxuu alla ku baryayaan cifa dhowrsanaan, isagoo macsidii awoodo ayuu dhowrsanaaday, weliba cabsi uu ilaahay ka cabsanayo uga tegay dembigaas iyo macsidaas isagoo samayn kara. Marka culimmadu waxay yidhaahdaan, qofka marka macsida lagu imtixaano oo uu qalbigiisa jecel yahay oo u muhanayo aad qalbigiisa ula jiro, hadduu iska dhaafo oo uu ilaahay dartii uga tago, ajir weynuu leeyahay. Xadiidulqudsigana wuxuu ahaa, innamaa tarakahaa min jaraaya, addoonkayga u dembi dhaafa, maxaa yeelay wuxuu uga tegey aniga dartayba uga tegey macsidaas. Ayb, marka nabiyullaahi yuusufna ad waa kii alla ku ammaanay, walaqad hammat bihi wa hamma biha lowlaa an ra'aa burhaana rabbih kadalika linasrifa canhu suua walfaxshaa innahu min cibaadina almukhlasiin. Marka qofka aan laguba imtixaanin iyo marka lagu imtixaano waa kalaa jar badan. kaasuu marka ku alla baryaa. Faqumtu canhaa, waa ka kacay. Markaasuu yidhi, allaahuma yaa allaahu, allow fa in kunta taclamu annii qad facaltu dalika ibtigaa'a wajhika, haddaan wejigaaga doonis aan doonaayo darteed haddaan u sameeyey, fafruj lanaa minhaa, ilaahu naga fur. Fafaraja lahum furjatan, furjo ayuu ka furay. Wa qaala alaakharu, ka kale wuxuu yidhi, allaahuma innii kuntu istaajartu ajiiran, aniga waxaan shaqaale ka dhigtay shaqaale, iyo bifaraqi uruzin, bariis, dambiil bariis ah inaan siiyo asna uu ii shaqeeyo. Falamaa qadaa camalahu, camalkiisii markuu dhammeeyey, qaala, waxa uu yidhi, acdinii xaqii, xaqaygii soo sii. Facaradtu calayhi xaqahu, ayaan u bandhigay, hoo ayaan idhi, fatarakahu,
يعني دنبيشي بريسك أهيد وكتغي ورغب عنه وانعي فلم أزل أزرعه ما أنا كتغي إنان بيرايه حتى جمعت منه انت أمبير بريسك أمبير قضاء العكس مايه حتى جمعت منه إلى أن بريسك كأروريي بقرا لأ وراعيها إي قوسارك لأ يننك راعي لها ينكسمي دنبيشي بريسك أهيد فجاني وإيمد فقال وحوري اتق الله وري الله كعبس ولا تظلمني هاي ظلمن وأعطني حقي حقي إسيه فقلت حانري اذهب إلى تلك البقر لغضاس آد وراعيها وراعيها يننك راعي قوسارك فجاءني وإيمد فقال اتق طيب فقال اتق الله وري الله كعبس ولا تهزأ بي هاي جيس جيس فقلت حنري إني لا أهزأ بك كوجس جيس ما يه فخذ تلك البقرة وراعيها لغلاس يقوسار كيذا بقاضه فأخذه واقاتي فانضلق بها ولتقي من كان إلهي محوك بري أو كتوغا يا أمان حوليه منك أشقي أو كلها حوليه سنتو كالصواعي مال لغي أشقي ولما أيوغا تربضا أيو فرتك الصواعي دنبيش هذه بريسك وانت انا قادو يرورد محكامنا ربي امان ومرك الهي كبري اذا مرك امانه ذا وحوين واذا الله لو بريه ما انت انا امانه ذا سيء يرتهي وجهدنا فان كنت تعلم فاخذه فانطلق بها ولتقي فان كنت تعلم هذا دكتاي اني فعلت ذلك كاغاس ان سمي ابتغاء وجهك فافرج ما بقي وحهري اله نغفر ففرج الله عنهم الله وكفيري حديث كان مركو نصوم مري طيب في أواخر كتاب الأنبياء يوم وصوم مري حديث كان طيب باب عقوق الوالدين من الكبائر والدين لبدا والد لو عاصيه كبائرته كم متى عدينته قاله ابن عمر يا يري عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب وحديثك حوها الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس عقوق مركه وحا لغا كان مشتق من العق جوين والدك لغويه طيب حتى يعني والدك وحيابه مباحات كأهدوك أمره شيء مباح هو بنان دوك يرى وحاس قبا واجب اسكو بدلا يطاع هذا والدك واجب شيء مرك وين السميسة دي هذا السمين العقوقة كل عيسى طيب قال حدثنا سعد بن حفص وهو سعد بن حفص الطلحي المعروف بالضخم ثقة أخرج حديثه البخاري والنسائي قال حدثنا شيبان وهو شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن منصور عن المسيب وهو المسيب بن رافع الكاهلي الأعمى ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن وراد وكاتب المغيرة وراد الثقفي أبو سعيد أو أبو الورد كاتب المغيرة ومولاه وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ألا حرم عليكم كركي نوحك حرمي عقوق الأمهات ويوينك العاسي معني ذو ما آبه العاسي كرم هو يذي نم عاسي آبه موضاها ماش أساسي كده قنتان من باب تنبيه من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى لبدا بارينما هويدا كو دارن لو بارينما فلا اي تاي نيكي مرك هويديس بارينما فلي واي ابيس مو بارينما فلا ومنعا وهاتي ومنعا ريبت حق الغليه قفك انو عشت او ريبه وهاتي يا كان وحونا الحق لهن وحونا الحق لهن واربا وحق أصيب اللوغولي هنينو ديب مرحب
طيب آه خطر وصيلة دتكو بدين هذا حقوق ذا أولية هي يعني حقوق ذا الأولية هي دب يا لوجا قادة سي دب له مت أون على هين وهربا إنه قاتل طيب سو ما له وقت كان ما وحي كسمين مهما سو ما مهما هي كسمين وحير هذا كي أنا إسكال كي أنا كل ليه ومنع وهاتي وكيغ مرة هنا بحشوة وح أنكب حنا يا ملكيغ كاغا سوماها لكن وكل ليه كان ومنع وهاتي وإنا حيابا وحون نقضي وحيابا شائعة إسكا أغاد يعني شارع كبا دموها طيب مصيبة اللي قد حلي ومنع وهاتي ووأد البنات يا قبلها أولا نلول دوغو قبلها أولا نلول دوغو على نيك ووري او نولل دوغي وحو اها قيس بن عاصم التميمي ايوها اعداء ديسا نين كميدا ايا غبر كقفالي كقفاشي طيب غبر ديسي وكا او قفاشي واقا واوتي صلح يهشيس بعد احمري نيكي وحكا غبر كقفاشي ايساقا مركاسو ييري غبر نيكي قيس بن عاصم gabadhiisi wuxuu ku yiri ama ninkaas dooro ama aniga dooro fakhayra ibnatahu fakhtarat zawjaha ninkay dooratay markaa faala qays ala nafsihi ninka markaa waa dhaartay wuxuu ku dhaartay alla tulada lahu bintun illa dafanaha hayatan gabar dambahday u dhalato inuu nolosh ku duugo ayuu go'aan ku gaaray shaydaanka u sheegay fatabi'ahu al-arabu ala dhalika arabna warkaasi ku raa ninkii ugu horeeyo bilaabay marka kaas waxaa say duugi jireen marka ibn xajar halkan wuxuu leeyahay wa kaanu fi sifati alwadi ala tariqayn laba qaab ay duugi jireen qaabka koowaad wuxuu ahaa an ya'mura imra'atahu idha qaruba waq'uha an tudlaqa bi janibi hafiratin naagta marka la dhalinayo oo ay dhalayso ayuu wuxuu leeyahay waxaad ku dhashaa god agtiisa adii marka cunuga soo baxa oo dhasho oo gabar noqdo godka la isaga rida hore laga duugay qaab noocaas ah qaab kalena markay 6 sano gaarto inta loo soo shanleeyo la soo qurxiyo ayaa dalag god lagu seenaa Allahu subhanahu haas marka bani aadam hadii la yiraa waxa doonta samay waxa soo sameeyna oo kan bay ووعد البنات قبلها ولا نلول دوغو ومنعا و... طيب وما... و... وكره لكم وحو إذين كهذا قيل وقال وليري ويري فدك در وكثرة السؤال يسؤال بدن سؤال شخص مركا من برياض الشحات مالك النقضه أما سؤالها قاب درهضه ما حضيك كل سنة النقض لبضى بوالقو معناه وإضاعة المال مال مال الضيع مالك الضيعات دي سنة طيب وليه هل كان وقال السبكي الكبير وتقيدين سبكي وقال السبكي الكبير في الحلبيات الضابط في إضاعة المال إضاعة المال كشيء ضبطنا يوحويه ألا يكون لغرض ديني ولا دنيوي مالك سبحانه وجيد الدين واحد دين وغسر النقنا يا ماله الدنيا وغسر النقنا يا سنة ماله فإن انتفيا حرم قطعا دي مارك الله بذي الدنيا الدين الدنيا مدنا اللواية وحاران إضاعة المال قطعا حاران قطعا وإن وجد أحدهما لبدو ذا مدبال لهلي وجودا له بال وكان الإنفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه جاز قطعا هذه متكود لها له وإن وجد أحدهما وجودا هلتان له بال حال له يعني قيمة له وكان الإنفاق بحنتنا أيتها لائقا أقل أنت بالحال حال وأسي معقولة وحيو بحسي ولا معصية فيه معصينا ما كود حجرته جاز قطعا وبنانته
وبين الرتبتين وصائد كثيرة لا تدخل تحت ضابط. طيب. فعلى المفتي أن يرى فيما انتشر منها رأيه، وأما ما لا ينتشر فقد يعرض له. فالإنفاق في المعصية حرام كله، ولا نظر إلى ما يحصل في مطاويه من قضاء شهوة ولذة حسية. إضاعة المال كان أدوسيا لك أسوء شيء. طيب. قال حدثني إسحاق قال حدثنا خالد الواسطي عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ميانا لذين شيئين ثلاثا سدح جربي. قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا واد دنقيقة ذنوب تكوه وين شركك والدينك والعاصية. وكان متكئا واد مد دنقيقة أيوها فجلس وصفر يستي. فقال وحويري ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا هاي وقول الزور هذا الكبانتا وشهادة الزور مرقاتي ذا بانتنا كبائرتي كمتا ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها كمتقين إنو سيدا دهايو حتى قلت إلى أن اسكئراه لا يسكت مضى مصايب النبي. ترجمة حديثكم مطابقة ذو ظاهر. طيب. قال حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر بل سؤالي فقال وحويري أشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور أو قال شهادة الزور. باب صلة الوالد المشرك. والدك مشرك أحريرين تي سعدين تي سيبوا باب يحوم خاص والدك دو قاليه ما الحريرنا. قال حدثنا الحميدي هو أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما قالت أتتني أمي هويدي بأيتمد راغبة حال أيتمد دمعيس حال دمع وجر مرك إسلام كا يدي مال إيحوغا إحسان كربتا لبدا والا تلمي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم النبي عن سؤالي آصلها محريرنا يعني. قال نعم بيرها ويضع حريري والد كسوه قال حتى إحسان كوكولي وكوكولي إحسان لكن هذا شرك سماي كلهم مايا. قال ابن عيينة فأنزل الله تعالى فيها ألا شأن يده وكسو الدجيه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. باب صلة المرأة أمها ولها زوج. ناكت حريرين تيدا أي حريرين يسهو يديد ولها زوج يضو ننله كناك ننقبو مال كيدا مكا حريري كرتا والد كيدا أما ننكا دي أورال أغيه مالك ورواية دي وحسي وصيونا نمسينا أغيه كيدا مكا حريرين كرتا. طيب. وقال الليث حدثني هشام عن عروة عن أسماء قالت قدمت أمي ويدي صوغش وهي مشركة يدا مشركة في عهد قريش وقت قريش ومدتهم هي مدتي يعني صلح الحديبية لقلع إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها مركي النبي قال الله من الله شيس الله شيين مع أبيها أبهد يلا صوغش فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم نبي جواب ويديي ومحرير يا هويدي. فقلت حانيري إن أمي هويدي قدمت ويسوق شيء وهي راغبة يضع دمع دمع عيسى توح دمع عيسى. قال وحوير نعم هاصلي أمك هويدي حريري. قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه
هرقل أو سعد ري فقال وحويري يعني وحوجه ذا النبي صلى الله عليه وسلم النبي جه يأمرنا وحونا أمره يا النبي بالصلاة صلاة وصدقة صدقة والعفاف دورسنان والصلة هي قرابة الحريرية حل شاهد كما قال والصلة لما كلقات قادم. قال ابن بطال فقه الترجمة ترجمة فقهية وحويها من حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي أباح لأسماء أسماء وحرقسي وبني أن تصل أمها هو يدد إني حريرسه ولم يشترط في ذلك مؤونا أنا شرط إن مشاورة زوجها إنك يدد إني لسوة تشط يعني أسماء هو يدد إني حريرسه النبي ومرهن إنك أغلى تشط فكناك تأيضو إنك يدد لتشط إن أي والد كد حريرين كرتان. وفيه حجة لمن أجاز للمرأة أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها كذا قال أقول لك قادنا أن أكت مالك إليه ذهي إني هو يدي يكو حريرين كرته يضع أنك كفصح قادنا لأنه حوله مسألة أن إني مركا إذن أغباها نين زوجك مربضنا شاكنا لكن إني إسكوي دي سوا إسكفي عن توا مستحب